فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر. نعم، هذا في الزواج، فرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب بالدف. فيستحب أن يضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج عند العقد أو عند الدخول، من أجل أن يتعالم الناس أن فلان تزوج فلان، فلا يكون هناك سوء ظن في أنه يدخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للنكاح، بخلاف نكاح السر فإنه يشبه الزنا، يشبه الزنا، لأن الزنا الغالب أنه يكون سرا بين الزاني والزانية. فلأجل الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف إعلانا للنكاح، وهذه رخصة، وإلا فضرب الدف الأصل أنه حرام لأنه من أدوات الطرب المعازف. أي نعم، لكن استثني في هذه الحالة من باب الرخصة. نعم. قال: فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب. نعم. قال: فإن الفرق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد. الفرق بينهما يعني الحلال والحرام مطلوب في الظاهر، أي إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه وهو عقد صحيح، لكن لا يكفي أن يكون سرا لئلا يشبه الحرام. فإعلانه هذا أتم وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام.